شلونكم الشباب؟ معكم أترو، اليوم جايبكم مقطع جديد عن رويال باس. مثل ما تعرفون اليوم بدأت السيزن الرابع، الموسم الرابع للعبة ببجي، 21 بالشهر. طبعا تعرفون انه الرويال باس لازم تدفع الفلوس. الرويال باس شنو هو؟ انه كل ما تصعد مرتبة ينطيك جوائز، ينطيك رقصات، ينطيك فلوس، ينطيك الوان الاسلحة، ينطيك فلوس اللعبة تشتري تفتح بها الصناديق، ينطيك بطايق الصناديق، مثل ما قلنا رقصات وفلوس الدي بي، فكثيرة هواية. وبس عندك نوعين من الرويال باس، عندك ام العشر دولارات، خلينا نشوفها هنا ابجريد. طبعا نفتح سوى ان احنا سويت المقطع ولا اشتريته، فقلت خلي اسوي مقطع نسوى نفتحها ونشوف ايش يطلع لنا. اول شيء ابو العشر دولارات عندك هنا ب 600 فلوس اللعبه، يقول لك ما نطيك فقط صحين على، شفتوا؟ والهنا ب 30 دولار على كل الصحوح، فيقول لك هنا انلوك اليت ميشنز، ما ادري يعني مثل المهمات الاسبوعيه، ما في ينطق ازيد، وهذا ينطق صعدك الهدايا لل 100. اما ب 30 دولار ينطيك الباراشوت والايس برنسيس ست و25 مرتبه للفوق. خوش قلنا هسه نرجع ابو العشر دولارات راح يخليك من بدايه تبدا تروح على كيفك حسب المشنات الاسبوعيه تاخذها، 50 ب 50 كنفرض يصير 100، من تصل 100 يصعدك مرتبه للفوق تاخذ هذا. فباسبوع مثلا يجيك كم مهمه باسبوع؟ نقول الاسبوع الاول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 مهمات مثلا تحصل منها، يمكن 10 مهمات تحصل منها 10 مراتب للفوق، فتصعد 10 مراتب تعتمد على نفسك وعلى المهام الأسبوعية واليومية. هم يوميا تاخذ جائزة منهم. فأبو ال 25 أو 30 دولار هذا يعطيك 25 مرتبة للفوق، ينطيك باراشوت، ينطيك ملابس مال البنت، ما أدري هالموسم أكثر شيء للبنات صراحة، خلينا نكون صريحين، يعني حتى الرقصات ما عجبني. شوف يعني هسه أنا واحد مثلي الله عليكم انتوا احكموا، ما علي انك بنات بس لازم يسوي للبنات الويلات. شوف استلم عمي ما شفته طبعا. يعطيك الوجه، طبعا اذا افتح ابو 30 دولار شباب نوصل لل 25 مرة واحدة، نصل 25 مرتبة من هنا نبدأ لحد 25 اوكي، والبقية اعتمد على نفسي حالي حال ابو 10 دولارات، بس اصعد قبل 25 مرتبة اوكي شباب. مثل ما قلت لكم اختلاف بين ابو 30 وابو 10 دولارات، فنحاول هسه نفتح ب 1830 دولار الرويال باس. يلا ليتس جو نشوف ايش يطلع لنا. فتحت ابجريد، نضغط خوش، لازم استلم الهدايا كلهم. اول شيء سلاح كيبيو، سلاح حلو، لون حلو عجبني، ما عرفت العنكبوت. اوكي ندوس، طلع لي الار بي، بصراحه ما اعرف هذا ار بي شنو، للملابس للصندوق. وهذا الار بي سيزن الخامس، طبعا شباب السيزن كثير يسالوني اقدر استعمل هذا، اقول كثير قلت لكم شباب مكتوب عليه اس 5 يعني سيزن 5 موسم الخامس، يعني على بعد كم شهرين يجي سيزن 5. هسه نحن اول بدينا اول يوم للسيزن الرابع، فهذا تحتفظ به تشتري بيها يعني تصعد بيها الرانكات الموسم الجاي الخامس. خلينا نروح 30 فلوس اللعبه، حلو. فوقها مش من لنا، هذا مجانا وهذا اللي بفلوس، رخصه اجانا والله ما يعجبني يعني نشوف. المهم هذا طلعنا البطاقه البرتقالي، اذا كملت 10 صارت عندنا نفتح صندوق برتقالي. واحد 1000 دي بي، نروح بعد هاي نفتحها كلها نستلمها كلها. هو استلمنا الجائزة، طلعتنا ملابس مال ضحك البرنس ايس برنسيس، عرفت ملابس مال بنية البرنسيس ثلجية، طبعا ما شخصيتي مال ولد اني. باراشوت طلع لي دبل اكس بي للدي بي ودبل دبل دي بي، يعني مثلا تروح اللعبة تدخل وانطاك 100 يساوي 200 الفلوس الدي بي. عندك الاكس بي مال ليفل 100 مثلا تحصل او 400 يصير 800 يتضاعف الرقم. 1000 دي بي الاخضر، دبل اكس بي دبل دي بي قصدي، عندنا هنا البرتقالي تبعت الوجه فتح لنا صندوق، هذا الثلجي الار بي فتح 30 فلوس اللعبه، 3 ايام رومات، بعد الصندوق قطعه الصندوق البرتقالي 1000 30 فلوس اللعبه، ملبنت هذا ملابس والار بي
عدنا بعد فتح ما ادري شنو صندوق ثاني فتح لنا 30 من هذا باراشوت و اوكي ندس اوبن. ها هي يعني انفتح خوش وينه هاي انشنط اوكي نستعمله شباب. واحد نفتح طلع علي ما ادري شنو هذا والله نفس الشيء ما محظوظ يعني دائما ما عندي حظ شباب هيج سؤال. او طلع ملابس البنت مشيتها. هو قلت لكم شباب هاي السيزن الرابع كلها للبنات اكثر شيء. طلع لي هاد تي شيرت او قمصرة هذا مع تي شيرت تشاكيت. بعد شو انفتح هنا الباراشوتات خلي نشوف هذا فتح سيزن ثلاثة هذا حلو نجرب هذا. مثل ما شفتوا شباب فتحنا 25 راك ابو 30 دولار وعندك قبل 10 دولار. طبعا انصحكم شباب اللي ما عنده فلوس لا يشتريها، اللي عنده شويه فلوس خليه يشتري ابو 10 ويرتاح ويعتمد على المهام الاسبوعيه ميشنز ويكلي ميشنز على كيف ابو 10 دولار. اما اللي عنده الفلوس ويحب اللعبه او يوتيوبر او مشهور وعنده اصدقاء هوايه ويلعب اللعبه يوميه يشتري ابو 30. طبعا انا ما عجبني رأيي الشخصي اوكي ما عجبني الموسم، موسم الفات كان افضل خلينا نكون صريحين، موسم الفات كان افضل، موسم الثالث رخصات كان احلى، هذا الموسم رخصاته كلها للبنات، لبس اكثر شيء للبنات، فقط لو كاتبين فوق موسم النساء كانت افضل، اسف بنات لا تكتبوا لي بالتعليقات احبكم بس والله ما يصير لكم هذا متخصص لكم الموسم، كل هالرخصات لكم كلها مخصص للبنات، شوف استلم حبيبي روح هذا رخصة لكم. طبعا ما عجبني الموسم صراحة، موسم الفات كان أحلى، رقصاته أحلى، رقصاته رجولي، ما راح نقدر نستخدمه إذا كنا واحد، شوف، فشباب بس أهم شيء قلت لكم، عنده فلوس يشتريها، اللي ما عنده فلوس خليه يعوفه ويتركه ويعتمد على المهام الأسبوعية، أكثر شيء منتظرة هذا السكنات الاثنين، وشيء آخر شيء أكثر شيء منتظرة أكثر شيء هذا المنقش الذهب السلاح الكيبيو، لا الكيبي زيد آسف، وهذا اللون، هذا اللبس. الجاكيت الدب شتوي يعني طبعا كارثة حبيت أكثر شيء ومنتظرها بس طبعا هذا بنهاية الموسم يلا أصله لأن أحتاج رنك 90 أنا هسه فتحت 25. طبعا شباب هذا كان السيزن فتحته معاكم قلت ما يصير افتح شيء باللعب لازم نفتح السوية. هذا كانت الموسم شباب الرابع ان شاء الله نشوفكم الموسم الخامس بألف خير والسنة الجاية هم ألف خير. لعبوا على كيفكم اللعبة حلوة ونستمتع بها سوية ان شاء الله قريبا افتح سي بث ونفتح رومات ونلعب سوية. لا تنسوا اللايك والاشتراك شباب وتفعيل زر التنبيهات اذا التنبيهات ما اشعارات ما يصلك ارجع طفي زر التنبيهات ورجع شغله من جديد وان شاء الله يصلك الاشعارات. فكل مقطع شباب شكرا لكم وصلنا 10,000 مشترك في طريقنا الى 20,000 مشترك. تشاو.